غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو، مساء الخير. سلام ونعمة. أبونا مين حضرتك؟ أبو مريم من أمريكا. عايز أبونا مين؟ أبونا كرولوس. أبونا كرولوس متوفي في السماء بقاله 11 سنة. سافر 11 سنة. سافر السماء من 11 سنة. حضرتك تصوت. أهلا وسهلا بك. أنا أهلا وسهلا بك. يعني سبحان الله، يعني كنت عاوز يعني يقف فيه يعني معلش شوية، يعني كتاب المقدر ما يقول كمس أن يموت بعد الدينونة، عن الموت وبعد الموت الدينونة وبعد كده خلاص ما حدش بيرجع تاني للدنيا. فأنا كنت عاوز أعز يعني يصادف الوقت، كان الأسبوع الماضي الجمعة العظيمة اللي هي مات فيها يسوع، مظبوط؟ طبعا، والكتاب كله قائم على موته كما يقول يسوع في رؤيا يوحنا 1:18 الحي وكنت ميتا، وكما يقول بولس في رسالته الى كورنثوس 1:12 ولكن كان يكرز بالمسيح انه قام من الاموات، يعني مات. فيعني طيب ابونا مات، ابونا بشر. سؤال يا ماما، يعني انا كنت عاوز اعزيه في هذا واقول له يعني ايه، اقول له لله اخذ ولله ما اعطى، كل شيء عنده مقدار، فاصبر واحتسب في موت صح نعم فاصبر واحتسب في موت الفقيد، ان لله وانا اليه راجعون، كلنا هنموت صح، الدوام لله وحده، كلنا هنروح لربنا. طيب مظبوط كلام يا ماما. طب كلنا هنروح ربنا، ازاي ربنا يموت؟ يعني احنا كبشر الخليقه هنموت، لكن الله لا يموت، كيف نحتفل موت الله؟ يعني الكتاب المقدس يقول ألست أنت منذ الأزل يا ربي إلهي قدوسي لا تموت، الله لا يموت، كيف نحتفل موت الله؟ أنا أفهم أن هو خد جسم البشر أيوه عشان يشاركنا وياخد الألم اللي احنا هناخده، خده بدلنا. ايوه خد جسم البشر، خد الالام بدل لحم. طب يا فندم هو مات وقام من الموت النهارده، قام من الموت فجر الاحد. شوف يا ماما، العمليه مش عمليه قام من الموت ولا لا، العمليه هو مات او ما ماتش، حسب العقيده مات، الله لا يموت. اسمع حضرتك، يسوع نفسه ماذا يقول؟ يقول الاب الحي وانا حي بالاب، الله لا يموت. ايوه العهد الجديد كمان بولس يقول في رسالته للتيموثاوس 1:6-16 الذي وحده له عدم الموت، يقول بولس في رسالته الاولى للتيموثاوس 1:17 وملك الدهور الذي لا يموت لا يفنى، الله لا يموت. شوف يا ماما، موضوع الناسوت واللاهوت ده مش موجود في الكتاب المقدس، كلمه ناسوت ما موجود خالص، هذا شرح مش موجود في الانجيل. يعني يسوع يقول وباطلا يعبدوني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس، الكلام اللي حضرتك بتسمعه في الكنيسه ونسوت ولاهوت وتسليم كل الكلام وقانين، هذا كلام ما في الانجيل، الكلام ده مش موجود في الانجيل. يعني يسوع عندما يعني احنا جايبينه منين يعني؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، اذا فين موجود في الانجيل؟ الكنيسه جايباه منين وبتشرحه لنا وتفهمه لنا. ممتاز، انا اقول لحضرتك حاجه، المسيح عندما سأل رئيس الكهنة عن إيمانه عن تعليمه عن عقيدته قال أنا كلمت العالم على نية، أنا علمت كل عين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود، أنه بالسر لم أتكلم شيء. لو حضرتك جبت الكتاب المقدس بقول لحضرتك إيه أبونا راح السماء وأنا مش هعرف أرد عليه. لا أنا أنا واحدة ضعيفة مش هقدر أرد عليه. طب يا فندم أنت، أنا اسمعيني بس، العملية مش عملية أنا بعمل معاكي حوار أو مناظرة، أنت الآن يوم الدينونة هتقف أمام الديان العادل، هتقولي له ما أعرفش أنا ما عنديش فكرة، اسأل أبونا شنودة وأبونا تدرس يوم القيامة. طيب ما هو ده الكلام، هو هيحاسبني، هو ربنا هيحاسبني على عملي وأنا على الأرض. لا
عامله وحش آه لا لا عامله حلو. لا 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 الكلام ده ماما هو كده. لا مش كده هو كده حضرتك، بس الكتاب المقدس بيقولش كده. حضرتك لو ترجعي لانجيل انت قتلتي هيحاسبني ايه؟ انت قتلتي سرقتي يا فندم اسمعني بس زول. اسمعني يا فندم اسمعني. لا 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 يسوع يقول في انجيل يوحنا الاصحاح 5 العدد 28 يقول على يوم الدينونة لا تتعجبوا من هذا فانه تأتي ساعة يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينونة. العملية يا فندم في يوم القيامة الحساب مش على الارض، الحساب يوم الحساب الحساب هيبقى للكل. ممتاز جميل جدا. ممتاز جميل جدا جدا. طب لا مؤاخذة يعني في التعبير، واحد بيعبد بقرة مش مشكلة طالما عمله كان طيب في الدنيا؟ واحد بيعبد بقرة سرقها؟ لا بسألك أنا، ما سرقها ما سرقهاش، هو بيعبد بقرة ياخدها إيه يعني؟ ياخدها سرقها؟ يا فندم أنا لاقيها على الطريق. يا فندم أنا ماليش دعوة سرقها ولا مش سرقها، واحد بيعبد حيوان هل ده يوم الدينونة هيدخل الحياة الأبدية؟ ولا المفروض حسب إيمانك يكون بيعبد؟ بالظبط كده. هيتحاسب بقى هيتحاسب. بالظبط. واللي عمل وحش هيتحاسب. لا مش العمل. لا يا فندم اسمعني. واللي عمل حلو هيخسر في الدور. لا أنت معنى كلامك يعني أعبد حتى لو مؤاخذة لو عبدت جزمة طالما أنت راجل طيب خلاص هدخل هدخل الحياة الأبدية، الكلام ده لا بس. لا. بالظبط كده. لا. يبقى بالظبط اللي يعبد ربنا بس. ممتاز اللي يعبد ربنا وينفذ اوامر ربنا. ممتاز. من هو ربنا حضرتك؟ مين ربنا؟ ربنا قال لك ولا تسرق ولا تجرم. من هو ربنا ولا يا ماما من هو ربنا؟ ليه تحت ايد ربنا بقى؟ من هو ربنا؟ من هو ربنا؟ ربنا في السماء اللي هو بيخلقك ويخلقني. اه اسمه ربنا ده. انت تعرف تخلق صبع؟ تخلق صبع. ممتاز كلام جدا. هل انت تقصدين يسوع؟ هل انت تقصدين يسوع؟ اقصد ربنا. لا 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 انا بسأل حضرتك. ممتاز. هو اللي خلق الكل. ممتاز. يسوع لم يقول انا الله. فين ما في نص في الكتاب المقدس يقول انا الله. قال لك انا هو الطريق والحق والحياة. كملي بقية النص يا ماما. لو امن بيا. لا 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 لا. لو امن بيا ومات فسيء. يا ماما انت عملتي نصين. يعني هيموت على الارض بس هيحيا فوق. يا ماما اسمعيني حضرتك. انت عملتي نصين عملتهم نص. النص بيقول انا هو الطريق والحق والحياة. لا احد يأتي الى الاب الا بي. هو رسول الاب. ايوه. رسوله. مش هو الاب. الاب هو الله. والاب هو الله وحده، مين اللي قال الكلام ده؟ ما هو ايوه ايوه بس احنا ربنا يسوع المسيح جالنا ليه؟ عشان يعرفنا طريق الاب. ممتاز، اذا هو رسول الاب جاي يعرفنا عن الاب. عشان نعرف طريق الاب. وانا ما عنديش مشكله، ما هذا ما قال يسوع، وهذه هي الحياه الابديه، ان يعرفوك الاب، انت الاله الحق، وايه؟ ويسوع الذي ارسلته، واللي ارسلته رسولك ويسوع، اذا يسوع ليس هو الله. الله هو الاب والذي اخبر عن الاب هو يسوع. فين بقى يسوع هو الله؟ مفيش نص هو الله. هي دي المشكله. انت حضرتك بتقولي مفهوم الكنيسه. اولا موضوع الناسوت واللاهوت والله الظاهر في الجسد هذا مش في الكتاب المقدس. المسيح لم يقول انا الله الظاهر في الجسد. الكلام ده مش موجود في الانجيل. هو انت جاي تعدل الكل. يا فندم مش هيقدر. قلت تسيبه لربنا هو اللي يدبره وهو اللي يعدله. يا ماما اسمعي. كل واحد يا بابا كل واحد يا ماما حاله. يا ماما مش حكايه في حاله. يا ماما اسمعي. اسال الله ان يدينا ويديك طول العمر ويدينا ويديك الحق. انت ما جيتش للكون ربنا هو اللي بيعدل. يا ماما رب. انت تقدر تخلق حاجه؟ يا ماما ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الواحد ما يعبدش حمارك. ربنا ربنا يهديني. واحد حمار ويقول ربنا يهديني. لو عبدت حمار ربنا مش هيعرفك. ممتاز. احسنتي. انت بتعبدي انسان. انت اللي يعبد ربنا هيدخلك في الدور. ممتاز. انت ما بتعبدي ربنا. انت بتعبدي انسان. انت ما بتعبدي ربنا. انت بتعبدي انسان. اي انسان يقول انا انسان قد كلمكم بالحق
الذي سمع من الله. وانت بتاخد انسان هو الحياه يا فن. انا هو الحق والحياه. لا يا حد انا هو الحق والحياه. لازم نعبد ربنا نوصل له يا ماما. يا ماما طريق سليم. شوف يا ماما شوف بولس طريق العوض مش هتقدر توصل. طيب اسمع، يقول بولس في رسالته للروميه الاصحاح الاول العدد 21، ما في فرق بين اللي بيعبد حمار واللي بيعبد انسان مثل يسوع. يقول لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كاله، بل حمقوا في افكارهم واظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى اي لا يموت بشبه صورة الإنسان. من الذي يعبد الإنسان؟ أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعوا من الله. أنت بتعبد الإنسان يسوع الذي لا يفنى لا يموت بالإنسان اللي يموت. يسوع يقول الحي وكنت ميتا بالإنسان الذي يفنى يموت والطيور والدواب والزحفات. إذن ما في فرق، فرق الخالق وعبادة المخلوق. قد يقول المخلوق إنسان أو نبات أو حيوان ما تفرقش. وبعدين بيقول بولس هنا الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق. المخلوق ده ايه؟ زي انا وانت، الانسان، الحيوان، النبات، اي شيء خلق الله سبحانه وتعالى. واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو الى الابد امين. فانت عدد ما في فرق بين عباده الانسان وعباده الحيوان، ما فيش اي فرق. يسوع يقول في انجيل يوحنا 48 انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمع من الله. حضرتك ما قرأت الإنجيل ولا قرأت، أنت تسمع الكلام اللي بيتقال في العظة. يسوع لم يقول أنا الله، يسوع لم يطلب العبادة لنفسه، يسوع لم يقول أنا الله الظاهر في الجسد، يسوع لم يتكلم عن خطية آدم أساس العقيدة بتاعتكم، يسوع لم يقول أنا الله الإب، لم يقول أنا الله الكلمة، لم يقول أنا الله الإقنوم الثاني. هذا إيمان الكنيسة. لذلك يسوع يقول وباطلا يعبدوني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الكنيسه. انا منصحك لوجه الله، انا ولا داخل معك حوار ولا مناظره، والله صدقيني اقسم بالله يوم القيامه سوف تسالين على هذه المكالمه. في واحد اتصل بك واتكلمت في هذا الموضوع وانت رفضتي تسمعي كما يقول الكتاب. انت عملك حلو، انت عملك حلو وهنتقابل يا حضره المدام. عملك وحش. لا هتروح بعلم واحنا هنروح السنه. لا انت بص يا بص يا ماما بص، ان الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء الا الشرك. حضرتك بتشركي مع الله انسان اسمه يسوع. الكتاب المقدس واحد، الله سبحانه وتعالى هو الاب، وهذه الحياه الابديه ان يعرفوك الاب. انت الله واحد، الله هو الاب. بقول لك ايه، عندك ابونا زكريا يعرف يرد عليك، ابونا مكاري يعرف يرد عليك. ممتاز، ابوك زكريا. ابوك ده اللي يعرف. ممتاز، انا طب ايه رايك في البابا نفسه؟ البابا توادرس نفسه اتصلت بيه وقال لي دي مكالمه سليمه اقفل اقفل التليفون. ومره ثانيه البابا مستعد سماعك المكالمه الان. البابا توادرس اتصلت بيه قال لي انا كذب وقال ان هو السكرتاريه وقفل التليفون. ابوك مجاري يونان، مجاري يونان، مكاري يونان او مجاري يونان، عندي اكتر من 10 اتصالات عليه، بيقول لي يسوع بيحبك ومات عشانك. بقول له اين قال يسوع انا الله؟ يقول بيقول لي يسوع بيحبك ومات عشانك. ده ابوك مكاري يونان. ابوك زكريا هو مشهور بزكريا ابو العربي شيلوه من على سدر لا يقطعه، ده اسم الشهره بتاعته حضرتك. زكريا ده حضرتك عامل مناظره في برنامج اسمه البالتوك مع اخ مسلم، الاخ بيساله على تناقضات في الكتاب المقدس. رد ابوك زكريا وقال له ايه في المناظره؟ انا عندي اجابات مفحمه بمعنى كلمه مفحمه، بس انا مش عاوز يعني اضايقك يعني. ما عنده فكره ابوك زكريا. ما عنديش فكره. انا اجيب لك تسجيل الاخ زكريا بيقول نحن نعبد الله الظاهر في يسوع، ولو ظهر الله في البقره هنعبد البقره. يعني زكريا اللي بيقول كده، لو ظهر الله في البقره هنعبد البقره. زكريا ما بيفهم شيء. زكريا مين ومجاري مين؟ اذا كان البابا تودروس كذب وقال انا السكرتاريه للتليفون. يا فندم المشكله ان البابا لمؤاخذه مع احترام، البابا زي البواب. انتوا بتعبدوا انسان، انسان لم يقول انا الله. العقيده بتاعت عقيده كنائسيه، لم يقولها يسوع. انت بتقولي ناسوت اليهود، انت لو عملت بحث عن كلمه ناسوت في الكتاب المقدس لن تجد كلمه ناسوت. ما فيش ناسوت.
الكلام اللي انتوا بتقولوه في الكنيسه وتضحك عليكم في الكنيسه مش موجود في الانجيل. وبعدين بتقولي حضرتك ان اللي مات الجسد، ما فيش حاجه اسمها جسد اللي مات. حسب العقيده الارثوذكسيه ان يسوع هو الله الظاهر في الجسد، وله طبيعه واحده ومشيئه واحده. فاللي مات على الصليب الله الظاهر في الجسد، مش الناسوت يسوع، الله نفسه اللي مات. وعاوز حضرتك اجيب لك دليل على الكلام ده من الكنيسه، اجيب لك. في عندي كتاب مشهور جدا كتبه الاستاذ العلامه الاستاذ حلم القمص، الكتاب اسمه حتميه التجسد الالهي، حتميه التجسد الالهي. في فصل 41 يقول ما معنى للسيد المسيح طبيعه واحده من طبيعتين تعتبر عقيده الطبيعه الواحده كما قلنا من قبل في منتهى الاهميه، وبناء عليها توقف خلاص الانسان، لانه لو ظلت طبيعتين منفصلتين لضاعت عقيده الفداء ادراج الرياح. وهذا ما حمله لنا الفكر النسطوري وفكر لون من رياح فاسده تقود للهلاك. لماذا؟ لان في ظل انفصال الطبيعتين يكون المصلوب انسان، ده اللي انتوا بتقولوه، انسان اللي مات الجسد الانسان يسوع انسانا وليس اله، وموت انسان بريء محدود بلا شك يعجز تماما عن فداء البشريه في كل زمان ومكان. لو مات الناسوت، لو مات الجسد يعجز عن فداء البشريه. ارجع الى كتاب حتميه التجسد الالهي، كنيسه القديسين مرمرقس والبابا بطرس، سيدي بشر اسكندريه، الاستاذ حلم القمص، الاستاذ المدرس جامعه الكليات الاكريكيه في مصر. طيب، ويؤكد الكنيسه المصريه على ذلك ان الله سبحانه وتعالى هو الذي مات على الصليب. فبيقول حضرتك ايه؟ لو ترجع برضه هنا بيقول لك ايه هنا؟ والان نضع السؤال صريحا وواضحا، هل نستطيع ان نقول ان الله مات على الصليب؟ ونترك الاجابه للقديس ماري اسحاق السرياني ليعلمنا قائلا: يتساءلون امات الله او لم يمت؟ يا رجال، ان موت الله خلص الخليقه، مين اللي مات حضرتك؟ الله، موت الله، مين اللي يقول كده؟ القديس ماري اسحاق السرياني، الكتاب حتميه التجسد الالهي. ان موت الله خلص الخليقه وهم يتساءلون اذا كان قد مات او لم يمت. وبعدين بيقول هنا ان النسطور واطوخ المسيح إذ أنكر الأول لوط ربنا قائلا إنه إنسان محض، ورد عليه الثاني منكر الناسوت قائلا إنه لم يتخذ جسد الناسوتي، فإن مريم والدة الإله. لحظة حضرتك بتقول إيه؟ والدة الله. اللي نزل من بطن مريم هو الله، واللي اتصلب هو الله، واللي مات هو الله. ولدة الإله لا تجسد منها تعطي الوالي الأطوخي، كما إن العناصر التي اضطربت بالمصلوب تبصق على نسطور. فلو إنه إله كيف أظلمت الشمس وشقت الصخور، ولو انه انسان فمن الذي احتمل الصياط ومن غرزة المسامير؟ حقا لم يكن الجسد وحده معلق على خشبة الصليب بدون الله. الله كان معلق مع الجسد، مش تقولي اللي بيقولوه في الكنيسة غلط. بدون الله، ولم يكن الله الله يتألم في الجلجسة بدون الجسد. فافتخار الكنيسة هو ان ربنا له ناسوت ولاهوت معا، وليس في شخصين او طبيعتين. فهو بعينه ولد من احشاء مريم، والذي ولد من احشاء مريم هو نفسه الذي علق فوق الجلجسة. فافتخار الكنيسه القبطيه ان الله مات على الصليب، الله مات على الصليب، الله مات على الصليب. افتخار الكنيسه القبطيه ان مات على الصليب. حضرتك بتقول ايه حضرتك؟ اللي بيقولوا لك في الكنيسه دوت كلام غير صحيح. قفلت التليفون. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يهديها إلى الإسلام. ألو. مساء الخير، سلام ونعمة. سلام مينا. أهلا وسهلا، لا مش مينا، أبو مريم. سعادتكم استدراك. مين مع حضرتك؟ أبو مريم، سعادتكم استدراك، أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. كنت عاوز أعزي حضرتك يا فندم وأقول لك لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، فاصبر واحتسب في موت الفقيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ادعوهم لله واحد يا فندم. ساعتكم استدراك، سامعني؟ فين؟ أنا بعزي حضرتك يعني، أنت عارف بعزيك في مين يا فندم ولا ما تعرفش؟ مين؟ انا بعز حضرتك. طب انا هقول لك عشان يمكن انت مش منتبه معايا يا فندم. انا بقول لحضرتك حضرتك في مين؟ في يسوع يا فندم. مش انتوا مش بتحتفلوا حضراتكم؟ اه
بتعذبك في الناس تعيش يا حبيبي كتر خيرك. في الرب يسوع كتر خيري. هو في اله بيموت يا فندم؟ هو في اله بيموت يا سعاده القمص؟ في اله بيموت؟ الكتاب المقدس بيقول الست. مش انا شكرا. في اله بيموت؟ اله بيموت. الكتاب المقدس يقول الست انت. لا ازاي ما ماتش؟ ازاي هو بيقول انا مت؟ انت مش عارف الكتاب ولا ايه؟ رؤيا يوحنا 1:18 انت مش عارف الكتاب. الحي وكنت ميتا، الحي وكنت ميتا. انت ما انتش عارف كتابك. بص في الثلاث تأجيسات. فين؟ الثلاث تأجيسات مع احترامي لحضرتك. ايوه. احنا بنقول ايه؟ قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي ايه؟ ايوه. ها. ايوه الذي لا يموت. ايوه الانجيل بيقول ايه؟ الانجيل بيقول ايه؟ الحي وكنت ميتا. الانجيل بيقول ايه؟ انا ماليش دعوه بالقداس. انا بقول انا مالي دخل بالقداس. اقرا الانجيل. الانجيل بيقول ايه؟ الانجيل بيقول الحي وكنت ميتا. ارجع لرساله بولس الى كورنثوس 15:12 ولكن كان قفل التليفون بيقول لك ما ماتش. تخيل بيقول ما ماتش. تخيل ما ماتش يا اخوه. الكون الصدرات بيقول ما ماتش. القوم الصدرات بيقول ما ماتش يا شباب. يسوع ما ماتش. كان معانا لواء مباشرة الان القمص صدرات معوض اسكندر. صدرات معوض اسكندر. اللي اسمع تكسره. صدرات معوض اسكندر. القمص صدرات معوض اسكندر. كنيسة ماري جرجس الجريسة. انا ابونا موجود. الو. نعم ابونا موجود. نعم. اهلا وسهلا. نعم. اي اهلا وسهلا. هللويا بريز ذا لورد. مين؟ ابو مريم. ابو مريم معك. ابو مريم. ايوه ابو مريم من امريكا. هللويا بريز ذا لورد. الو. لو في ناس عندكم مسلوقه. أهلا بيك يا فندم. ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. إيه؟ انا كنت بس عاوز اخد انتهز الفرصه ديت بالمناسبه يعني واقول لحضرتك لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده مقدار. اصبر واحتسب في موت الفقيد انا لله وانا اليه راجعون. اداهم لله وحده يا فندم. يعني مش عاوز حضرتك تزعل او تبتئس او تكون حزين يعني. ايوه سعادة القمص. سعادة قمص. يا سعادة قمص. سكتي ليه يا سعادة قمص؟ الو. الو. يا سعادة قمص. سعادة قمص انت مش بتحتفل بالجمعة العظيمة موت الرب. طيب انا بعزيك بقوم بالواجب حضرتك سكتي ليه؟ مش الكتاب المقدس يقول رؤيا يوحنا 1:18 الحي وكنت ميتا. مش بولس يقول ولكن كنا نكرس بالمسيح انه قام من الاموات. وفي اله بيموت يا سعادة قمص؟ في اله بيموت؟ اتصل بيه مرة تانية. هنشوف بقى هيحصل رد الفعل ايه دلوقتي. شتيمة ولا ايه؟ هيرد. كان معانا لواء مباشرة الان القمص لوقا اسعد عوض. لوقا اسعد عوض. القمص لوقا اسعد عوض دي واحدة بس. لوقا اسعد عوض. تاريخ الصيامة 6/8/89. 6/8/89. كنيسة القديس ماري مرقص رشيد للبحيرة. كنيسة القديس ماري مرقص رشيد للبحيرة. الو. 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 ساعات تقومس انت فاتح التليفون وقاعد تتنفس ومش عاوز ترد. انا سامع صوت حضرتك. ايوه يا فندم انا سامع صوتك. ايوه انا سامع صوتك. ها؟ ايوه بس حضرتك ما رديتش. انا معاك يا حبيبي. اهلا وسهلا يا حبيبي. اهلا وسهلا يا حبيبي. ماشي ماشي يا حبيبي. سعادة قمص رفائيل اهلا وسهلا بيك. انا يعني بمناسبه الايام
الكريمة الطيبة دي، فكنت عاوز أقدم لك العزاء يا فندم، فبقول لك لله ما أخذ ولله ما عاد وكل شيء. أيوة فندم، وكل شيء عنده مقدار. بقول لحضرتك اصبر واحتسب في موت الفقيد، إنا لله وإنا إليه راجعون. فندم الدوم لله. أنا عاد أقول فندم أنا ما عنديش حد مات. إزاي فندم أنت كنتش؟ أنا ما عنديش حد مات يا فندم. إزاي فندم؟ أمال الجمعة العظيمة ده؟ الجمعة العظيمة يا فندم موت يسوع. الكتاب المقدس يقول في متى 27:50 فصرخ يسوع ايضا بصوت، يسوع مات يا فندم. ايوه بس ما لا ازاي ما ماتش يا فندم؟ يسوع يقول الحي وكنت ميتا. بتكذب يسوع يعني انت تعلم اكتر؟ انا لحضرتك بقول انا موت. رد حضرتك، ازاي يسوع ما ماتش وبقول انا موت؟ ازاي ما ماتش وبقول انا موت؟ رؤيا يوحنا 1:18 يسوع ما ماتش. اشد شعري والله ما في شعر اشده. يسوع ما ماتش يا اخوه، يسوع ما ماتش. يسوع يقول في رؤيا يوحنا 1:18 الحي وكنت ميت. والراجل عامل نفسه مش سامع، قلت له عيب عليك انا سامعك بتتنفس، احرقته. انتوا متابعين ولا مش متابعين؟ قلت له انت بقى انت ما تردش ليه؟ انا سامعك كنت بتتنفس مش عايز ارد. ما مش عاوز رد تاني. مش عاوز رد. كان معانا الهواء مباشرة الان القمص رفائيل نبيه عبد السيد. رفائيل نبيه عبد السيد القمص رفائيل نبيل عبد نبيه عبد السيد القمص رفائيل. تاريخ الصيامة 21/2/88 تاريخ الصيامة 21/2/88 من كنيسة الدلنجات البحيرة، كنيسة برجيرجس الدلنجات البحيرة. اوكي الو الو مساء الخير يا سعادة القمص السوريالي. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بخير يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. انا بس كنت عاوز بمناسبة الايام اللي كنت عاوز اعز حضرتك واقول لك لله ما اخذ ولله ما اعطى كل شيء عنده مقدار، فاصبر واحتسب في موت الفقيد انا لله وانا اليه راجعون. الدوام لله وحده يا فندم. شكرا. انت عارف انا بعزيك في مين يا فندم؟ في يسوع حضرتك. مش الكتاب المقدس بيقول لانك ان امنت بالرب يسوع امنت واعترفت بقلبك ان الله اقام الاموات خلصت؟ في اله بيموت يا فندم؟ انا بعتذر لك عن العواصف المكرعه. هو في اله بيموت يا فندم؟ الست انت منذ الازل يا ربي اله قدوس لا تموت؟ اذنت الاعتذار، اذنت ما اذنتش، انت حر بقى. انا بسال حضرتك في اله بيموت؟ يعني في انسان عنده عقل يعبد اله مات؟ في اله بيموت يا فندم؟ لا لبش على الصوت، اللبشه دي من عنده. كان معانا لواء مباشره الان القمص سوريال فوزي جرجس. سوريال فوزي جرجس من كنيسه مار جرجس الدنجات البحيره. تاريخ الصيام 20/2/94 القمص سوريال فوزي جرجس. تاريخ الصيام 20/2/94 كنيسة مارجيرجس الدلنجات. سبحان الله. في نقطة بيقول خلي بالكم في صوت الأول، في كلهم بيحصل لهم صدمة من مسموع العزاء، فبيقول لك يسوع ما ماتش. أنت عارف ليه؟ لأن الفطرة السليمة ترفض إن الله مات. هو بيرد بالفطرة. لكن الكتاب بيقول عكس كده. الكتاب بيقول عكس الفطرة، بيقول الله مات. لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع امنت بقلبك ان الله اقام الاموات خلصت. كده تمام. اتفضلوا حضراتكم اهو. ليه اتصالات قبل كده؟ اللي القمص ليه اتصالات قبل كده؟ اكثر من اتصال. على سبيل المثال اتفضلوا حضراتكم يقول لك نعم انا مؤهل لكن ماليش في النت، ثم اغلق التليفون. مكالمه ثانيه بيقول انا بتاع سياسه وبتاع كل لغه، ثم اغلق التليفون عندما اسال سؤال في المسيحيه. مكالمه ثالثه انا مش فاضي غرفتك على النت،
فيها ناس كتير تقدر ترد عليك. غرفتك على النت فيها ناس كتير تقدر ترد عليك. الصلاة امامكم. الو ونعمة ابونا موجود؟ الو ايوه ابونا موجود. ابونا موجود. ابو مريم من امريكا. ابو مريم من امريكا. ابو مريم من امريكا. ابو مريم. ابو مريم من ايه؟ من امريكا. ايوه. ابو مريم مين يعني؟ ايه ابونا موجود؟ انا ابو مريم. الو الو مساء الخير يا سعادة قمص. الو ايوه مساء الخير يا فندم. الو ايوه يا فندم انا سامعك. انت قلت الو انا سامعك وبنتك بتكلمني وبترد عليا. ما تقوليش الو الو انت سامعني حضرتك. بنتك كانت بترد عليا. ايوه انت سامعني. عامل نفسك انت السامع. البنت كانت بترد عليا الوقت. عامل نفسك مش سامع ليه؟ الو ايوه شغل 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 الاطفال. سعادة القمص قاعد يقول لي الو الو انا مش سامع وانا لسه مكلم بنته وبنته سامعه الوقت بيستعبط لي فيها. عيب عليك. عيب عيب عليك. البنت كانت بتكلمني الوقت. عمل نفسك وانت سامع. شغل الاطفال ده شغل الاطفال ده. انت عندي ليه خالص يعني سامعني كويس؟ امال قاعد تقول لي الو الو ليه؟ نعم. انت بتقول لي الو الو ليه طالما سامعني؟ الو الو انت بتقول لي الو ليه طالما سامعني؟ يعني ليك وضع يا حضرة الفاضل ده مساء ليه يا فندم انت مالك ليه يا حضرة الفاضل لا مؤاخذة ليه الاستعباط؟ ليه تستعبط وتقول لي الو الو؟ ما انت سامعني تقول لي الو الو ليه؟ تستعبط ليه؟ ليه تستعبط؟ اسمع يا ابني اسمع ليه تستعبط؟ سامعك اه بس لا انت سامعني ما تقولوش الو الو بجد يعني ايوه انت سامعني ترد عليا ما نقولكش الو الو ايوه خلاص انت قلت الو مره واحده بس طب انت زعلان ليه؟ انت عشان مين حضرتك عشان نرد عليك؟ انا حضرتك انا اسمي ابو مريم وبعدين حضرتك انا بتصل بيك ابو مريم اه بعزيك بعزيك في المصيبه اللي انتوا فيها دي فبقول لحضرتك لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده مقدار فاصبر واحتسب اه بعزيك في المصيبه اللي عندنا ايوه طبعا احتسب في موت الفقيد انا لله وانا اليه راجعون ادهم لله وحده اولا انا لله وانا اليه راجعون ثالث اه ربنا يخليك كتر خيرك اه المصيبه اللي عندنا ايه ما عندناش حاجه لا ازاي ما عندكش ازاي انت طالب نمره لا انا طالب نمره صح نعم حضرتك بتحتفل على العظيمة اللي مات فيها يسوع كما يقول الكتاب المقدس لان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقام الاموات خلصت ويسوع نفسه بيقول الحي وكنت ميتا فبعزيك في الاله اللي مات اللي انت بتحتفل بموته جميلة جدا نعم نعم اه انت حضرتك الرقم كام؟ انت حضرتك انت انا طال انا فاهم انا بعمل ايه؟ انت حضرتك راجل القمص اسمك دوماديوس حضرتك والله النمره غلط يا فندم النمره مش غلط سعادتك سعادتك مين حضرتك؟ طب انت من اللي الصوت باين او صوتك من الاستاذ كله عايز بتاع المرض الصوت حد قوي يعني انت مين؟ حضرتك اول مره طيب حضرتك مش القمص دوماديوس عزيز عطا الله؟ دوماديوس عايز اطلع ايوه امال بتقول النمره غلط ليه بقى؟ النمره مش غلط انا بعزيك في موت يسوع انت طالب انا طالبك انت تكون انت طالب النمره الثانيه ولا حاجه يا فندم اذا كنت طالب اذا كنت انا سالتك بتعزيني في ايه بقى؟ في موت يسوع البقاء لله في موت يسوع ان في موت يسوع في موت يسوع في موت يسوع في موت يسوع ايوه مش بتحتفلوا بالجمعه العظيمه بتعزيني في موت يسوع ايوه يا فندم انت بتعزيني في موت يسوع ايوه الكتاب يسوع يقول الحي وكتاب طب يسيب البقاء لله طب ازاي الله يموت يا فندم؟ الست انت منذ الازل ادوس لا تموت في اله بيموت كيف نعبد واحد مات؟ مسلم نعم يا فندم انا بسال حضرتك كيف نؤمن؟ انت ولا تعرف يسوع طب ايه راي حضرتك؟ يسوع ولا تعرف الاله الحقيقي يا حضرة الفاضل انت لو تعرف الاله الحقيقي ما كنتش عبدت انسان عبدت انسان كان بياكل ويشرب ويتبول ويتبرز ومات في انسان عنده ذره من العقل يعبد انسان انت بتعبد انسان انسان يقول انت بتعبد انسان
انسان، انت ساعات تعبد انسان. ده ثابت عندي عقيدتك اني ثابت في اله بيموت ولا تفهم الاسلام يا حضرة الفاضل؟ رد عليا، في اله بيموت. القدس يقول ألست أنت منذ الأزل يا ربي إله قدوسي لا تموت؟ تسمية 32-40 يقول الرب إني أرفع إلى السماء يدي وأقول حي أنا إلى الأبد. دانيال 6-26 من قبل صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكة يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال لأنه هو الإله الحي القيوم الذي لا يموت. وانت تقول لي انت ما تعرفش إرمية 10-10 إما الرب الإله فحق هو إله حي، حي يعني لا يموت، سرمدي هزلي. وانت بتعبد واحد مات. يسوع يقول في إنجيل في رؤيا يوحنا 1-18 الحي وكنت ميتا. بولس يقول رسالة أولى تيموثاوس 6-16 الذي وحده لا عدم الموت. بولس يقول في رسالة أولى تيموثاوس 1-17 الذي لا يفنى لا يموت. المسيح نفسه يقول الأب الحي وأنا حي بالأب. انت بتعمل انسان مات. بلغ عنها حاليا دلوقتي على طول امن الدوله. اتفضل 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 الان 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 بلغ الان انا على التليفون. يلا بلغهم بلغهم على التليفون. اتفضل حضراتكم معانا الهواء مباشره الان. يلا بلغ انا منتظر. انت عارف ان ليا خططي واللي يلا يلا بلغهم بلغهم اما ادي بياناتك للناس بلغهم بلغهم معانا الهواء مباشرة الآن. القمص دوماديوس عزيز عطالله، القمص دوماديوس عزيز عطالله من كسمة رجيرجس البحيرة، تاريخ الصيام 26/2/99. بلغه وقول له بيسألني سؤال في المسيحية والكتاب بيقول كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما يدعو عليهم الرجاء. فأنت ما عندكش دليل فهتبلغ السلطات. يلا أنا منتظر. بلغ السلطات. يلا الله بلغ. بلغ. والناس كلها تعدي فيه. والناس كلها تعدي فيه ويقولوا برضه ازاي انت متعذبها في يسوع كده. يا عم يعزوا فيا انا انسان. افهم يا بني ادم افهم انا انسان. انت الهك مات انا هموت وانت هتموت. انت بتتكلم عن اله انا هموت نعم وانت هتموت نعم. انت بتتكلم عن اله اله مات. في اله بيموت في اله بيموت. انت بتعبد انسان مات. انت بتعبد انسان. انا منتظر. يلا يلا لا بس بلغ بلغ عني. يلا بلغ عني بلغ عني بس يلا يلا بس بلغ عني بلغ عني بلغ عني يا متخلف. بلغ عني يلا يلا متخلف. يلا يلا متخلف. بلغ عني يا متخلف. يلا يا شباب الراجل مش عارف يرد يقول لك بلغ عني. يلا بلغ يلا بلغ. الله يشفيك ويشفي كل مريض. بلغ عني يلا انا منتظر. يلا منتظر. يلا انت على هواء مباشرة الان في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي في برنامج البلطوق والناس بتسمعك. حولني يلا عليهم عشان اتكلم معاهم. واحد ضليع هيديك كلمتين في جنابك تعيش بيهم طول حياتك تفكر. لو واحد ضليع هيديني كلمتين في جنابك قرأت ابوك تودروس كذب واتصلت بيه وسألت سؤال كذب وقال انا السكرتيريا وهرب. تحب تسمعه؟ ابوك تودروس اتصلت بيه بابا الكنيسة وكذب وقال انا السكرتيريا وهرب. في اكتر من تودروس؟ في عندك اكتر من تودروس؟ على مستشار. في عندك اكتر من تودروس؟ يلا هاتلي انا حولتني على حد؟ سامعيني؟ نعم اهلا وسهلا. مين معايا؟ مين معايا؟ ايوه مين حضرتك؟ السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ ايوه مين معايا انت؟ مين حضرتك؟ مين حضرتك انت؟ عاوز ايه؟ مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ هو حضرتك عايز تسأل على انا بسأل حضرتك. مين حضرتك؟ انت مين حضرتك؟ انت اخدت التليفون من الكاهن ليه؟ انت اخدت يبقى مع السلامة يا استاذ. طالما خايف مع السلامة مع السلامة. انا عاوز راجل. انت مش راجل بس السلامة. طيب كان معانا على الهواء مباشرة. انا قلت اسمه كذا مرة نقول اسم تاني. القمص دوماديوس عزيز عطالله. دوماديوس عزيز عطالله. القمص دوماديوس عطالله تاريخ الصيامة 26/2/99 من كنيسة ماري جرجس. ده مديوت. ده مديوت الاسم على التكسة البحيرة. ده مديوت او ده ماتيو البحيرة. الو
ساعة تقمص يمين ألو ساعة تقمص مساء الخير يا فندم مساء الخير قفل التليفون عرف الصوت قفل التليفون مباشرة عاوز نقول له سلام يا ابونا سلام ونعمة نبوس الايادي يا ابونا اعمل لك مطان يا ابونا ها حليني يا ابونا اغفر لي يا ابونا لك حريقة فيك يا ابونا الراجل عارف الصوت قفل التليفون مباشرة كان معانا على الهواء مباشرة الآن القمص بيمن فرج مرقص القمص بيمن فرج مرقص من كنيسة ماري جرجس الفتح كنيسة ماري جرجس الفتح البحيرة تاريخ الصيام 21/5/93 القمص بيمن فرج مرقص تاريخ الصيام 21/5/33 في اسم رجيجس الفتح البحيرة أول ما سمع الصوت قفل التلفون مباشرة اتصلنا عليه الاسم اللي انا عارفه مليون في المية مساء الخير يا سعادة القمص الو ايوه مساء الخير يا فندم سنور مين حضرتك وسام عبد الله من امريكا سعادة القمص وسام عبد الله اهلا بيك وسام يا فندم وسام عبد الله سعادتكم الفضل وسام انا وسام بيك انا عاوز بس يعني اقدم لك واجب العزاء واقول لك لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده مقدار فاصبر واحتسب في موت الفقيد انا لله وانا اليه راجعون الدوام لله وحده يا فندم يعني ارجع حضرتك تحتسب تصبر وتحتسب يعني انت عارف حضرتك انا بعزيك في مين يا فندم؟ تعرف انت بعزيك في مين؟ في يسوع يا فندم في يسوع انتوا مش بتحتفلوا بالجمعه على موت يسوع كما يقول الكتاب المقدس لان ان اعترفت بقلبك بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات هو في اله بيموت يا فندم في اله بيموت نعم في اله بيموت يا فندم انا بشكرك على مشاعرك محددا مشاعر محددا بشكرك خالص يعني شكرا يا حضره الفاضل في اله بيموت يا فندم شكرا في اله بيموت مشاعري فين انا بعزيك في موت المعبود بتاعك اتفضلوا بشكرك على معزتك وشعورك الطيب اللي انا بعزيه في موت المعبود بتاعك بشكرك على معزتك على شعور الطيب اللي انا بقول له مبروك عليك موت الاله اتفضلوا حضراتكم كان معانا لواء مباشره لا الراجل ده اتصلت بيه كتير عنه محسن وان شاء الله هتلاقي له صلاه يحنس كاما زكي جرجس اسمه عجيب جدا يحنس كاما زكي جرجس القمص يحنس كاما زكي جرجس من كنيسه العذراء والشهيد ماري جرجس وادي النطرون تاريخ الصيامه 25/2/96 يعني ليه اربع صلاه قبل كده اتصال فيه اللي هو القمص يحنس كاما زكي جرجس كنيسه العذراء والشهيد ماري جرجس وادي النطرون البحيره يلتزم الصمت تماما ويغلق الهاتف فور معرفه شخصيه المتحدث اول اتصال يلتزم الصمت تماما ويغلق الهاتف فور معرفه لشخصيه المتحدث الاتصال الثاني قلت له انا وسام عبد الله راح اعطى التليفون لمراته وادعت ان هي مسلمه الاتصال الثالث بالمناسبة هذا الرجل منصر معروف انه بينصر شغلته التنصير كان القمص يحنس كاما زكي جرجس ومعاه القمص عماد عادل اسكندر والاب يزيرس والمنصر صفوة كمال غطاس كانوا مع بعض وفي الاخر هربوا كلمتهم مع بعض هربوا اتفضل ده الاتصال على الصلاة الاربعة لأب على القمص يحنس كاما زكي جرجس الو مساء الخير يا سعادة القمص بطرس الو مرحبا عليك زي اهلا وسهلا بيك انا بس كنت عاوز حضرتك اقوم معاك بالواجب بمناسبة الاعياد
فبقول لحضرتك لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، فاصبر واحتسب في موت الفقيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، دوم لله وحده يا فندم. أنا اسمي أسامة عبد الله وبعزيك في موت يسوع حضرتك، أنتم بتحتفلوا بموته وقيامته الجمعة العظيمة يعني. هو في إله بيموت يا فندم؟ الكتاب المقدس بيقول ألست أنت إنسان بتتكلم كلام خطأ وأنت آسف مش عارف أتكلم. لا الكلام صح يا فندم، الكلام صح. إنك أنت أسلوبك أسلوب غير راقي وأسلوب غير نقي. أنت عارف ليه سعادة القمص؟ لأن الكلام ضايقك، لأن الكلام أصاب الهدف، لأن الكلام ضد الفطرة. شفت حضراتكم تاني فندم. صعب 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 صعب. كلام وجعك. كان معنا لواء مباشرة الآن القس بطرس سمعان سعيد. القس بطرس سمعان سعيد من كنيسة السيدة العذراء مريم البحيرة. القس بطرس سمعان سعيد كنيسة السيدة العذراء مريم البحيرة. تاريخ الصيام 25/4/82. 25/4/82. القس بطرس سمعان سعيد. الراجل بيقول لي كلام غراق. لا الكلام وجعك، الكلام تعبك، الكلام في مقتل، لان دي حقيقه. انت بتعبد انسان مات، ما تقدرش تقول ما ماتش. لكل واحد مسيحي بيقول لي يا سوما ماتش. اسمع، لانك انا اعترفت بفمك بالرب يسوع، امنت بقلبك ان الله اقامه الاموات، الذي اقامه الله ناقضا اوجاع الموت. فيسوع هذا اقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. ورئيس الحياه قتلتموه الذي اقامه الله من الاموات. ونحن مات. بتعبد واحد مات. الهكم مات. بتعبد واحد مات. وكب سميل زكافي. وكب اصحى من النوم. وذا هو زعلان. تعرف هو عاوز ايه؟ عاوز اقول له كل سنه وانت طيب يا اخوه. المكالمة الراقية اللي انا اقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة موت الاله، هي دي المكالمة الراقية اللي انا اقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة موت الاله. قال اتصال قبل كده اهو، يعني القمص بطرس سمعان سعيد كنيسة العذراء مريم الطرانة تقريبا البحيرة، بيقول بتتصل من غير ميعاد وقفل التليفون. واتصال تاني اهو بيقول لي يسكت تمام فوق سماع الاسم الاخ وسام ويغلق التليفون تمام. طيب انا عاوز بس المسيحيين اللي قاعدين كده يسمعوني. النهاردة الكنيسة القبطية بتقول التعزية عاملة لهم صدمة. بقول لك لا يسوع ما ماتش. اسمعوا خليكم معايا. الكتاب المقدس يقول متى 27:50 فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. مرقس 15:37 فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. أسلم الروح يعني مات. لوقا 23:46 ونادى يسوع بصوت عظيم يا أبتاه فيديك استودع روحي، ولما قال هذا أسلم روح مات. يوحنا الأربع أناجيل 19:30 فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح مات. يقول لك لا ما ماتش يسوع، ما ماتش يسوع. ماذا يقول يسوع عن نفسه؟ رؤيا يوحنا 1:18 الحي وكنت ميتا. ماذا يقول بولس عن يسوع؟ رسالة أولى كورنثوس 15:12 ولكن كان المسيح يكرز به انه قام من الاموات. قام من الاموات، فكيف اقول قام بينكم انه ليس قيامه اموات؟ فان لم تكن قيامه اموات فلا يكون المسيح قد قام من الاموات. وان لم يكن المسيح قد قام من الاموات فباطله كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم. وانتم وبقول لك ما ماتش. ونوجد نحن ايضا شهود زور، لان شهدنا من جهه الله ان اقام المسيح من الاموات، وهو لم يقم من الاموات. ان كان الموتى لا يقومون، لانه ان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام من الاموات. وان لم يكن المسيح قد قام من الاموات فباطل ايمان. مرتين يقول لك انت لو كنت لا تؤمن ان يسوع قام من الموت، يعني مات وقام، الايمان بتاعك باطل، الكرازه باطله، فباطل ايمانكم انت بعد خطاياكم. اذا الذين رقدوا في المسيح ايضا هلكوا. يقول بولس الرساله الاولى لقرنثوس 15:20 ولكن ان كان قد قام، ولكن الان قد قام المسيح من الاموات. من الاموات يقول بولس في روميا 10:9 لانك اعترضت بفمك
بالرب يسوع وأملت بقلبك إن أقاموا من الأموات. أقاموا من الأموات. أقول لك لا ما لا لا ما ماتش. أعمال الرسل 20:24 الذي أقامه الله من الأموات ناقدا أوجاع الموت. يقول لك لا 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 أنت فاهم غلط. ماتش يسوع ما ماتش. يسوع ما ماتش. يسوع ما مات. أعمال الرسل 20:32 فيسوع هذا أقامه الله من الأموات ونوجد ونحن جميعا شهود لذلك. أعمال 20:15 ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. لا لا ما يسوع ما ماتش. قمة الغباء. شعلة من الغباء. شعلة. تاني بقول للنصارى يا جماعة الخير العملية مستريعة والاستهزاء. سؤال يا نصارى سؤال يا نصارى سؤال يا نصارى سؤال يا نصارى هل الله سبحانه وتعالى يموت؟ نسمع يسوع ماذا يقول. يسوع يقول يسوع في يوحنا 5:26 الآب الحي وأنا حي بالآب. الحي يعني السرمدي يعني الأزلي يعني الذي لا يموت. أنتوا تعبد واحد مات. ماذا يقول بولس في رسالة أولى تيموثاوس 6:16 الذي وحده لا عدم الموت. ماذا يقول بولس في الرسالة الأولى لتيموثاوس 17 لا يفنى. العهد القديم حبكوك 1:12 ألست أنت منذ الأزل يا ربي إلهي قدوسي لا تموت لا تموت. تثنية 32:40 الرب نفسه بيقول إني يدي إلى السماء وأقول حي أنا إلى الأبد. دانيال 6:26 من قبل صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكة يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال لأنه الإله الحي القيوم إلى الأبد. فالله لا يموت. أنا بقول للنصارى والله الذي لا إله إلا الكتاب المقدس بقول كما وضع للناس أن يموتوا مرة. سبحانه للناس مش لله. للناس مش لله. للناس مش لله. كما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينون. ارجعوا إلى الله. توبوا إلى الله. وقولوا أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. المسيح أبدا لم يأتي ليدعو إلى نفسه. المسيح قال إن الأب هو وحده. إنجيل يوحنا 17:3 وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوه أنت الإله الحق وحدك. يسوع يقول أنا لا أقدر على أن أفعل من نفسي شيئا. يسوع يقول أنا أخرج الشياطين بقوة الله. أنا أخرج الشياطين بروح الله. أنا لا أقدر على أن أفعل من نفسي شيئا. يسوع كان على الأرض إنسان وكان الأب إلهه. يقول يسوع يوحنا 6:27 لأن الله الأب قد ختمه. لكل واحد مسيح ابحث عن لفظ الله الابن الله الروح القدس في الكتاب لن تجده لأن الأب هو الله وحده. يقول على الأرض يقول يسوع وهذه الحال أبدية أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك. صعد إلى إنسان وكان الأب إلهه. إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلي وإلهكم. يوم القيامة إنسان والأب إله. رؤيا يوحنا يقول فيها من يغلب فسأجعله عمود في هيكل إلهي. أعتقد يوحنا رؤيا يوحنا 3:12 من يغلب فسأجعله عمود في من يغلب سأجعله عمود في هيكل إلهي ولا يعود إلى خارج. وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي. أدعو جميع النصارى الذين يستمعون إلى هذه الصلاة سواء اليوم أو على الإنترنت أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا للإله سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي لا يموت. اسمع ماذا يقول بولس. والله من أروع ما يقول. يقول أعمال الرسل أعتقد الإصحاح 14 بولس كان في جزيرة للوثنيين فأعجز هو برنابا معجزة اليوم 14 قرأوا ما فلو إله بالنبي أليس هذه حقيقة التجسد إن الله نزل من السماء وتجسد وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي في السماء الآلهة تشبهوا نسوله. فكانوا يدعون برنابا زيفس وبولس هرمس إذا كانوا متقدم في الكلام. فأتى كارب زيفس الذي كان قدام المدينة في ثيران وأكلين عند الأبواب مع الجموع وكان يريد أن يذبح. اسمع رد فعل بولس وبرنابا. فلما سمع الرسولان
برنابا وبولس مزق ثيابه واندفع لقطع ظهره وصرخوا بأعلى صوت: أيها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر. إنجيل يوحنا 48: أنا إنسان بشر قد كلمكم بالحق الذي سمع من الله. نحن بشر تحت الآلام مثلكم مثل يسوع، نبشركم أن ترجعوا عن هذه الأباطيل. ما هي الأباطيل؟ ما هي الأباطيل؟ ما هي الأباطيل؟ ما هي؟ إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إليه. إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إليه، إلى الإله الحي. التجسد، التجسد أباطيل، بيدعون الإله الحي الذي لا، مش اللي مات، مش اللي مات الحي، الآد الحي، إلى الإله الحي الذي خلق السماوات والأرض والبحر وكل ما. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا. أسأل الله العلي العظيم أن يكون هذا العمل دعوة لله وليس دعوة لأنفسنا، وأن يجمعنا جميعا حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح نيتنا جميعا وتكون نيتنا خالصة لوجه الله الكريم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة والوجه الكريم يا ربنا خالصة، ولا تجعل لأنفسنا ولا للدنيا ولا شيطان منها حظ ولا نصيب، وتقبل كلها بقبول حسن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا دعاء لله وليس دعاء لأنفسنا، اللهم اجعلنا دعاء لله وليس دعاء لأنفسنا، اللهم اجعلنا دعاء لله وليس دعاء لأنفسنا. اللهم دعوناك اللهم استجب، اللهم دعوناك اللهم استجب، اللهم دعوناك اللهم استجب. اللهم الله اسال الله العلي العظيم ان تكون هذه ساعة استجابة، وان يستجيب الله لدعائنا. اللهم امين ربنا. مع تحيات اخوانكم في غرفة الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله، الله أكبر، تكبير، كل تكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكراه، أنت يا معبد يا من جل قدراه، جل قدراه، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا.